غريبة أن الواحد عمره 20، 25، 30، 40 وكل ما قلت له سوي الحاجة الفلانية قال لك يا الله خلاص راحت علينا. صاحب شركة فورد للسيارات كولينيل ساندروس صاحب سلسلة مطاعم كنتاكي كانوا من أفقر الناس، توفوا وهم من أغنى أغنياء العالم. جوزيه سرماجو يقول أنا لو مت قبل عمر 60 ما كان أحد يعرفني، هذا دليل أنه الإنسان هذا ما نجح إلا بعد 60. إنسان نشأ في بيئة فقيرة جدا لأبوين أميين، كان إنسان مختلف يفكر خارج الصندوق وعنده قدرة على العطاء، وكان مؤمن بنفسه بأنه قادر يقدم حاجة للمجتمع للناس للعالم. هذا الإنسان اشتغل ميكانيكي، اشتغل حداد، اشتغل مراسل، اشتغل مترجم. لكم تتخيلوا في معظم الأعمال اللي اشتغلها تم طرده، ما نجح إلا في حاجة واحدة وهي الكتابة. كان كاتب صحفي مع ذلك تم طرده ترى لأنه كانت آراءه جريئة، فانتقل لكتابة الروايات وكان مؤمن بنفسه أنه كاتب جيد. ما نجح إلا بعد الرواية الرابعة، كان نجاحها مبهر، نجاح عالمي، قنبلة. تم بيع 2 مليون نسخة من هذه الرواية وترجمت إلى الكثير من لغات العالم، ومنها انطلق للكتابة إلى أن حصل على جائزة نوبل للآداب عام 1998. توفى في عمر 88 سنة. إلى الآن كلامه وكتاباته يقتبس منها على أساس أنها حكم. يقول إذا أردت أن تحظى بخدمة ممتازة فعليك أن تخدم نفسك، يعني زي اللي يقول اللي ما يأكل بيده ما يشبع. كل واحد فينا عنده ميزة معينة، عنده موهبة تختلف عن غيره. لما نجي أسأل الواحد أقول له أنت إيش موهبتك، حاول تكتشفها وتنميها وتعيشها، فيقول والله أنا ما أعرف أنا موهوب في إيش. لما نشوف قصة هذا الرجل اللي اشتغل ميكانيكي وحداد وكثير من الأعمال، هذه رحلة يسموها رحلة البحث عن الذات. مو عيب إن أشتغل في العديد من الأعمال، أبحث عن نفسي، ربما أكيد هيجي اليوم اللي أكتشف أني أنا فعلا موهوب في هذا الشيء، وأنه هذا المجال هو يعتبر مجالي. وحبيب صلى الله عليه وسلم لما يقول إن قامت على أحدكم قيامة وفي يده فسيلة فليغرسها، بمعنى أن الواحد يقدم كل ما يستطيع أن يقدمه إلى آخر يوم في حياته. في اللي لو تقول له الشمس طلعت يقول لك مصيرها تغرب، بعضهم حتى يتشائم من الضحك الكثير، إذا الواحد شافه مبسوط ويضحك قال ممكن تصير مصيبة بعد هذا الضحك. واعرف أنه لو تقفل في وجهك باب نتيجة جهدك واجتهادك وعملك ربنا يفتح لك 1000 باب. إنما العسر يسرا، ما في شيء دائم، لا الرخاء يدوم ولا الشدة تدوم.